ومع حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله، أي أن الذباب يقدم الجناح الذي فيه الداء. وقد يعترض معترض ويقول: كيف يقدم الذباب الجناح الذي فيه داء؟ هل للذباب عقل حتى يميز ما فيه داء من ما فيه شفاء؟ وهذا الإشكال الذي أورده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وإن كان شيخنا نريد أن نتوسع في الإشكال الأكبر، إن البعض يطعن في هذا الحديث ويقول: إن كيف نغمس الذباب في الإناء؟ يعني لماذا؟ هل هذا من نظافة الإسلام؟ أو هذا، هل الإسلام، هل هذا الحديث يبين قيم الإسلام؟ ويطعنون في هذا الحديث بهذا المعنى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن ثبوت هذا الخبر أولا، فهو خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الزيادة التي فيه، وهي في أنه يقدم الجناح الذي فيه الداء على الجناح الذي فيه الدواء، فهذه الزيادة لا تصح وليست في البخاري، وهي من طريق راو يقال له محمد ابن عجلان أو محمد ابن عجلان، يرويها عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. ورواية محمد ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة ضعفها عدد من العلماء. ومن أسباب تضعيفهم لهذه السلسلة، إلا إذا أطبق العلماء على وجه واحد، أن الرواية كانت تقول أن الرواية فيها في الإسناد محمد بن عجلان عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، محمد بن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، محمد بن عجلان عن سعيد مرسلا، فكل هذه اختلافات ترد محمد بن عجلان يصيغها بالصيغة واحدة على أنها موصولة إلى رسول الله. فلذا تحفظ العلماء على رواية محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، قالوا هذه السلسلة فيها أخطاء أخطأ فيها محمد بن عجلان. إلا إذا أطبق العلماء على قبول بعضها ولم يحصل اختلاف، كحديث مثلا: ثلاثة حق على الله يعونهم، المكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف. فهذه أخذ عن محمد بن عجلان عشرة من الجبال، جبال الحفظ والتثبت، رواية على وجه واحد، فحسنت، ولكونها أيضا ليست في الأحكام في فضائل الأعمال. أما إذا زاد زيادة على ما في الصحيحين فنتحفظ، فرواية الصحيحين في بعض طرقها: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم يستخرجه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء أو شفاء. زيادة محمد بن عجلان، وأنه يقدم الجناح الذي فيه الداء. فأخوكم يقول: كيف؟ هل الذباب له عقل حتى يقدم الجناح الذي فيه الداء؟ فالجواب من وجوه: الوجه الأول أننا قلنا أن الزيادة ضعيف، فخلاص كفى الله المؤمنين القتال. الرواية الثانية، الوجه الثاني، لا مانع أبدا، فالذي يلهم الذباب الحركة هو الله سبحانه وتعالى، يلهم بني آدم. قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال تعالى، أو قال موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى قوله: بأن ربك أوحى له. فالذي يكون جعله كذلك هو الله. سلمنا بصحة لفظة يقدم الداء، الذي ألهمه ذلك هو الله. لماذا؟ لعلة يعلمها الله.
وليعلم الله من يتبع رسوله ممن لا يتبع رسوله سبحانه وتعالى، وصلوات الله وسلامه على نبيه محمد. لكن بداية نقول ثبت عرشك ثم انقش لفظة، فإنه يقدم الجناح الذي فيه الداء لفظة ضعيفة، ولو ثبتت لقلنا بها من غير وجل، لأن الله قال كتاب أنزلناه إليك فأنزل إليك فليكن في صدرك حرج منه. فنحن في هذا المقام وفي كل مقام لا نخجل أبدا من ديننا، أبدا لا نتوارى ولا ننخنس، بل نبلغ ما أمرنا بتبليغه وإن استنكرته عقول الكفار. نحن نبلغ ما أمرنا بتبليغه، قد قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لرسولنا تبع، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويقول كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. نبلغ بكل وضوح وكل جرأة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أنزله الله وتحدث به رسول الله، وإن استنكرت عقول الكفار. فعقول الكفار استنكرت وحدانية الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، واستنكرت عقولهم المعجزات كلها، واستنكروا البعث، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهل معنى أنهم استنكروا البعث أننا ننكر البعث؟ كلا أبدا، بكل ثقة والحمد لله وبكل يقين نقسم أن البعث آت، فقد أقسم ربنا بذلك، أقسم ربنا سبحانه وتعالى. ويستنبونك حق، نقول إي وربي، إي وربي إنه لحق. فليس معنى أن الكفار استنكروا شيئا أننا نستنكره، إنما الذي أخبر الله به نقطع بصحته ونقطع بسلامته من غير تردد ولا ارتياب. أخبر الله أنه واحد، كره الكافرون ذلك، وإن كرهوا نقول إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. أنكر الكفار البعث في عدة آيات، وضرب أحدهم مثلا ونسي خلقه، جاءت بعظام مفتتة قل أتبعث هذه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فليس معنى أن الكفار أنكروا أمرا أننا نقرهم على إنكارهم. هم ينكرون المعجزات، وأمام إنكارهم للمعجزات للآيات العظيمة ضعف إيمان قوم من أهل الإسلام، أو قل ضعف إيمانهم، انهزموا وراءهم. فقالت طائفة من المسلمين، من المنسوبين للعلم للأسف، من المنسوبين للعلم، كيف نحدث الغرب بأن الماء نبع من بين أصابع النبي؟ كيف نحدث الغرب الكافر بأن النبي دعا نخلة فأتته ثم أمرها فرجعت؟ كيف نحدث الغرب بأن حجرا كلم النبي وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف ذلك؟ كيف نحدث الغرب بأن جرادا نزل من ذهب على أيوب؟ فنقول أي شيء أخبر به رسول الله نقطع بصحته. فإذا كنتم تقولون هذا القول فكيف ستحدث الغرب بأن موسى ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم؟ أليس هذا هو، هذا هو الله الذي فعل هذا هو الذي فعل ذاك؟ اليهود سيكونون أفضل منكم في هذا الباب، اليهود يقرون أن البحر انفلق لموسى، بل إذا سألهم النبي سألهم سؤالا ذات مرة، ولما جاءوا يسألون الرسول عن يسألهم النبي عن حد الزاني، ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا التحميم يا محمد، حد الزاني السيد، يعني ايه التحميم يا جماعه؟ ندهن وجهه بالاسود ووجه المراه الزانيه ونجعلهما يركبان ظهرا الى ظهر ويمشي على حمار ونطوف بهما الاسواق نفضحهما.
فالرسول طبعا يعرف انه كذب فعلا، قال اسالكم بالذي فلق البحر لموسى اقد كان ذلك؟ قال اما لو سالتنا فلا. فهم يقرون بان الله فلق البحر لموسى، قالوا سالتنا بالذي فلق البحر لموسى والذي انزل التوراه، لا حد عندنا الرجم، ولكن عملنا التحميم لان الشريف كان اذا سرق تركناه والضعيف اقمنا عليه الحد فاختلفنا، قلنا نجيب حل وسط. الشاهد انهم يقرون بان البحر انفلق لموسى، فكيف تنكر انفلاق البحر لموسى؟ عصا تحولت الى حيه تسعى، ستقول مقوله فرعون ان هذا سحر، البحر انفلق لموسى، الجبال سبحت مع داود يا جبال أوبي معه، الريح والطير الريح سخرت لسليمان، هيا بسم الله تمشي الريح في أي مكان يريد، امشي مسرعة رخاء لينة، تمشي رخاء عاصفة امشي بسرعة، كله بتيسير الله. ناقة خرجت من صخرة لصالح صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، إبراهيم ألقي في النار وخرج أمنا، فهذا الذي صنع هذا هو الذي صنع هذا. فإذا كنت ستنهزم أمام الغرب الكافر فتلك إذن هزيمة مخزية لمهزومها. فنرجع إلى موضوعنا، إذا قال رسول الله وقد ثبت عنه القول بذلك، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحجنحيه داء وفي الآخر دواء، صدقت يا رسول الله وسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعا وطاعة لرسول الله، الله يعلم ونحن لا نعلم، الله يعلم ونحن لا نعلم، الله يعلم ونحن لا نعلم. الأطباء أنفسهم كل يوم في تضارب عن قريب من 20 سنة أو 30 سنة، كل ولد من الأبناء يصاب ببعض الشيء في حلقه، يقول لك لوز، عايز عملية لوز، وبسرعة يعملون عملية اللوز للطفل ويستأصلون اللوز، تعرفون اللوز التي ها هنا، وكم من شاب استوصلت لوزه. فالآن هم أنفسهم يحاكمون في بعض الدول من يشيل اللوز هذه، لها أسباب نفع عظيمة جدا. وكبار الأطباء في مصر الآن في تخصص الأطفال ولا يقول لك لا ترفع اللوز هذه، ما تشيل اللوز الا في حالات الضروره القصوى التي تستدعي ذلك من باب المفاسد والمصالح، اما يكون الولد يتعب وتجرى عمليه جراحيه لازاله اللوز لا تفعل. فهم مضطربون في الرب يا شيخنا، في مؤخرا اثبتوا ما اثبته النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لحديث سياتي ان شاء الله خلال الابحاث والخلال. هذا شيء، فنقول صدق الله وكذب بطن اخيك، سقي عسلا سقيت فلم يشفى، سقي عسلا سقيت فلم يشفى، سقي عسلا صدق الله وكذب بطن اخيك، كلام الله اوثق الكلام، بس نفهمه على الوجه الصحيح الذي يريده الله ويريده الرسول صلى الله عليه وسلم قدر جهدنا وقدر استطاعتنا. فإذا أخبر النبي أن في أحد جناح الذباب داء، النبي لا ينطق وفي الآخر دواء، النبي لا ينطق عن الهوى. كون الأنفس تتقزز، قد تتقزز نفسك ولا تتقزز نفس غيرك. أنت يا من تتقزز نفسك تأكل خنزير، الذي يأكل الجيف ومعيشته على الجيف، الأوروبي الذي يزعم أنه يتقزز يأكل الميتة ويأكل الخنزير ويشرب القزراء ويشرب الخمر، يشرب كل هذا. وعند حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وماذا نفعل إذا سقط الذباب في إناء أحدنا، إناء فيه سمن ولا فيه شيء، هل نصب الإناء كله ولا نعمل إيه يعني؟ فهمونا. الرسول قال اغمسوه وألقوه، صدقت يا رسول الله وسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنوه على أمر أن هناك طائفة من المسلمين، طائفة المسلمين هزمت أمام الغرب الكافر، وخاصة في باب دلائل النبوة والأمور التي كهذه، منهم مدرسة
محمد ابن عبده المصري، يقول محمد عبده، هذا الرجل منهزم في هذا الباب، في باب المعجزات الآيات، وتلميذه محمد بن رشيد رضا، وإن كان في الجملة محبا للسنة لكن هزم هنا وطفق يجري وراء شيخه. وجمال الدين الإيراني المتأفغن الذي يسمونه جمال الدين الأفغاني، كل هؤلاء انهزموا في هذا الباب هزيمة شديدة والعياذ بالله. وتابعهم على ذلك أقوام من العقلانيين الموجودين، كناس ماتوا قريبا، ناس ماتوا قريبا تابعهم على هذا، ويقول لك ولا أحدهم يقول ولا يخبرني أحد بما ورد عن رسول الله، إذا سقط الذباب في أحدكم فليغمس. نقول صدقت يا رسول الله، ونبلغ كلام رسول الله من غير وجل ولا حياء. الذي يستحي والذي يعرض عن سنة رسول الله جدير به أن يستحي وأن يخجل من رده لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام.